كان أسبوع لا يوصف وأكثر من رائع، تعرفت فيه على ناس مرة كثير، عدت فيه مشاعر مرة كثير، فأحب أشكر MBC أكاديمي. تجربة MBC أكاديمي تجربة مرة حلوة، عرفتني على ناس مرة كثير، خلتني أجرب أشياء جديدة، أكسب إكسبيرينس مرة كثيرة. اليوم إن شاء الله هو آخر يوم لنا وراجعين للمدن، سعيد جدا بتواجدي في هذه الرحلة الإبداعية بين نخبة كبيرة من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات. أشكر MBC أكاديمي على الأسبوع الجميل الرائع اللي استضافونا فيه هنا على المسابقة، تعرفنا على ناس جديدة، تعلمنا أشياء جديدة، والحمد لله هذا احنا الآن ماشيين المطار وجدا مستانسين ومرتاحين.